ولمناقشة الأزمة السياسية المتفاقمة في لبنان معنا من زيورخ مدير المعهد السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر. سيد فرانكو، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. هجوم عنيف شنه سعد الحريري على الرئيس عون في ذكرى اغتيال والده، ما الأسباب برأيك وما الدلالة الزمنية لذلك الهجوم؟ بداية مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. الصوت شوي انا رح يقطع يمكن لانه انا عم بسمع حالي دوبل نظرا انه عاده نتكلم عبر السكايب، ولكن للرد على سؤالك استاذي الكريم، هناك ازمه وجوديه تعصف بلبنان، ليست يعني بالضروره ان تكون ازمه سياسيه كما يتخيلها البعض او كما يحاول البعض، كل السياسيين الطبقه السياسيه تحاول ان توحي بان الازمه هي سياسيه وهناك مشاكل في يعني مشاكل واقعة بينهم، إنما الحقيقة هي في مكان آخر. الشعب اللبناني وبكل فئاته وتوجهاته وطوائفه لا يهمه اليوم أين أصبحت الكرة وفي ملعب من، ولا يهمه يعني التخبط التي تعيشه الطبقة السياسية واتهاماتها لبعضها البعض بالكذب. يعني عون يقول الحريري يكتب ومن ثم الحريري يقول عون يكتب. نعم. ولا يهم الشعب من يريد توزير من. الشعب اللبناني فقد الثقة تماما بهذه المنظومة السياسية التي أوصلته إلى هذا الانهيار الفظيع. نعم. والشعب اللبناني على ثقة بأنه شيء من اثنين، إما أن هذه الطبقة السياسية فاسدة أو أنها فاشلة، وبالتالي عليها الرحيل إن كانت هذا أو ذاك. نعم. ويعني والشعب اللبناني يؤمن بأن كل هذه الطبقة السياسية هي متفقة فيما بينها على تقسيم أرزاق خيرات البلاد وتوزيعها على على جماعات. من ناحية أخرى، ألا يعكس خطاب الحريري أزمة ثقة كبيرة بينه وبين عون، وهل هذا ما يفسر تعسر ميلاد الحكومة؟ لا أستاذ الكريم، ولادة الحكومة موجود في مكان آخر، موجود في طهران عند نظام الملالي. إيران تسيطر على لبنان عبر حزب الله، ويعني هذا شيء لا يمكن لاثنين أن يختلفا عليه وهو أن حزب الله هو الأمر الناهي. عندما يقول حزب الله في لبنان كن فيكون، أي عندما يقرر حزب الله أن تكون هناك حكومة بعد 5 دقائق تخلق الحكومة. لأن هؤلاء من يتخاصمون اليوم، من يتخاصمون ويتبادلون الاتهامات، هم في من يعني هم حلفاء لحزب الله. ولو أن يعني سعد الحرير، الرئيس سعد الحرير لا يقر بذلك، ولكن طبعا تشكيل سعد الحريري او تكليف سعد الحريري لتاليف الحكومه لا يتم ولم يكن ليتم لولا ان حزب الله راضي عنه، وبالتالي جميع كل تلك الطبقه السياسيه. نعم. تدور في فلك حزب الله، اي ان الجواب في مكان اخر وليس في بيروت. طيب بل طيب نعود للازمه، الا تعتقد ان هذه الازمه ستساهم في تفاقم الوضع السياسي في لبنان، لا سيما أن الخيارات محدودة والمرحلة التي يمر بها لبنان خطيرة للغاية؟ نعم، لا شك بأن الأزمة تفاقمت، ولكن ليس من لا شيء، الأزمة تفاقمت عندما كان سعد الحريري رئيس الحكومة، وكان كل المشاركون اليوم الذين يختلفون، كل المشاركين عفوا الذين يختلفون على أسماء الوزراء كانوا مشاركين في هذه الحكومة التي استقالت والتي كان يرأسها سعد الحريري. لا أعرف سعد الحريري يعود اليوم إلى ترأس الحكومة، يعني لنصف الأمور كما هي، ما ليس هناك من جديد. لهذا حتى لو ألف الرئيس سعد الحريري الحكومة وترأسها بدون أو مع ميشيل عون أو بتلك الأسماء أو بأخرى، هذا لن يجدي نفع، لأن هناك حصار دولي وعربي على لبنان نتيجة تدخل حزب الله في أمور الدول العربية، ونتيجة مشاركة حزب الله في معاركه في سوريا وربما أيضا في العراق وفي اليمن وفي كل الدول العربية. وبالتالي تأليف أو تشكيل الحكومة لن يجدي نفعا، ولو كان فقط الجميع من فريق سعد الحريري، طالما حزب الله
مشارك في هذه الحكومة سيكون الوضع سيء جدا في لبنان، الأزمة ستتفاقم، الحصار سيستمر، وكل من يقول عدا ذلك هو فقط يلعب دوره في هذه المرحلة. الرئاسة اللبنانية قالت أن الحريري تحدث عن مغالطات تتعلق بملف تشكيل الحكومة، هل يمكن إنهاء تكليف الحريري برئاسة الحكومة بعد هذه الحرب الكلامية؟ لا يستطيع رئيس الجمهورية توصيل سعد الحريري لهذه للحكومة. سعد الحريري هو الوحيد الذي يستطيع أن يقول أنا لن أشكل حكومة ولا أريد تشكيلها، وبالتالي يستطيع أن ينسحب. أما إذا كان هناك من حل دستوري لعزل يعني الرئيس سعد الحريري، فهذا لن يحصل، لأنهم كل المراقبين يقولون أن سعد الحريري والرئيس ميشيل عون هم من نفس المصدر، أي من حلف حزب الله. نعم. وكل ما يقال عن أن هناك خلافات بكلمة واحدة من الشيخ حسن نصر الله يستطيعون أن يتفقوا حالا، كل ما يحدث اليوم من ادعاء لخلافات سياسية، وحتى لو وجدت إنما هو زوبعة في فنجان. سعد الحريري حتى لو أقال لا يستطيعون إقالته، لأن الدستور يمنع ذلك. عندما يوصي رئيس الجمهورية لأحد بأن يشكل الحكومة لا يستطيع بعدها أن وصلت الفكرة. وصلت الفكرة أستاذ فرانكو عبد القادر، مدير المعهد السويسري لدعم الديمقراطية من زيوريخ، شكرا جزيلا لك.